من صيدلية إلى أخرى يتجول فكر عبد قاسم الذي يعاني مرض القلب بحثاً عن ترياق يبقيه على قيد الحياة. حاله كحال الكثيرين من اليمنيين بمدينة عدن التي أوشكت أن تخلو من الأدوية بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر مستهدفة سفن الشحن التجارية، ومنها تلك التي تحمل الدواء لمن هم في حاجة ماسة إليه. أعاني من مرض القلب، الأمراض المزمنة. جلست أبحث من صيدلية إلى صيدلية على هذا العلاج للمرض المزمن، لم أجده. بعض العلاجات لم نجده، وبعض العلاجات نجده بأسعار مرتفعة باهظة الثمن، لم نجده ولا بسبب إغلاق الحوثي للبحر الأحمر. هذه الأدوية وإن توفرت تباع بأسعار باهظة بسبب ارتفاع تكاليف الشحن بعد أن أجبرت الهجمات الحوثية السفن على تغيير مسارها إلى طرق ومسارات أطول. للأسف الشديد أثرت الأحداث الأخيرة التي شهدها البحر الأحمر واستهداف خطوط الملاحة العالمية إلى ارتفاع أجور الشحن بشكل كبير جداً من خلال ما أشعرونا وكلاء الشحن. كذلك هناك تحويل كثير من خطوط الشحن عبر رأس الرجاء الصالح، وهذا بالتالي سيؤدي إلى ارتفاع الأدوية من ناحية، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعارها طبعا. مندوبو مبيعات المستلزمات الطبية في عدن يشتكون شح الأدوية التي كانت توفرها كبرى الشركات في البلاد. نتيجة الهجمات في البحر الأحمر سببت أثر طويل يعني وأثر قوي في السوق الدوائي اليمني بشكل عام، وسببت ارتفاع بالأسعار الأدوية وبالذات الأدوية التخصصية. وإن كان لكل داء دواء، فاليمنيون يتمنون بأن يكون مع كل شحنة دواء مسار آمن يضمن وصولها إليهم. مي المهندس، الحدث.